المباراة اللي فاتت واللي قبلها بدأ دور محمد صلاح في الملعب يظهر قوي وينور. مش الدور، ما بكلمش عن انه لازم يسجل، بس محمد صلاح مثلا المباراة اللي فاتت خد الراجل كان كونان اللي هو الليفت باك بتاع منتخب كوت ديفوار وثبته، وده اصلا الورقة الهجومية الاهم في او مفتاح اللعب طبعا الاهم، طبعا يقفله وقفله بالظبط كده يا كابتن عبد الحميد. الباصات اللي بيعملها الباصات الحاسمه شفنا واحده لعمرو السوليه ومصطفى محمد، ففكره انك تبقى قائد فنيا في الملعب قبل ما تبقى حتى قائد معنويا بدا يعملها محمد صلاح بشكل رائع. هي دي ازاي اتغلب عليك نفسيا في الكوره، ازاي انزل اتغلب عليك نفسيا. هو الباك ليفت ده لو كان زاد كان صلاح هيرجع يدافع عليه، لكن هو نفسيا صلاح اعلى بكتير جدا منه. صلاح هو يقف ويقف معاه، صلاح مش هينزل انا مش هنزل، هو واخد تعليمات المدرب، هو كمان جواه هو يقلق ان هو يطلع يهاجم محمد طبعا. صلاح مش هيلحق يشوفه. ده الدور الخافي اللي ممكن الناس العاديه، انت الناس اللي فنانين قوي في الكوره ممكن يقول لك ايه محمد صلاح ما جابش جول النهارده، فمحمد صلاح كان وحش، ما يفهموش ادوار ثانيه ممكن يكون محمد صلاح بيعملها في الملعب. طبعا كان في بطوله كان عماد متعب قايم بنفس الدور مع اختلاف الاسماء. طبعا عماد متعب مهاجم كبير قوي كان بيلعب نفس الدور، ان هو مش لازم اجيب اجوان بس انا بعمل ادوار هتخلي زمايلي يجيبوا اجوان. بالظبط، برافو عليك. فمحمد صلاح محمد صلاح كمان يعني من اسباب نجاحاته شخصيته، هو بيعرف امتى يطلع في المواقف اللي محتاج ان هو يكون فيها، بيعرف امتى يتكلم في المواقف اللي لازم يتكلم فيها، بيعرف امتى يلم لعيبه خصوصا منتخب مصر. محمد صلاح فرحته لما جاب ضربه الجزاء انا ما شفتهاش في ولا جون في ليفربول، حتى في دوري الابطال لما خد دوري الابطال. لو تجيب فرحه محمد صلاح في دوري الابطال مش هتشوف وشه وتعبيراته في حد يقول لك اصل هو ما بيلعبش مع منتخب مصر غير مع ليفربول، يعني فاهم اللي هو يعني كلام حتى ما ينفعش يتعلق عليه والله. انا ابطال انا وكده، بس يعني في حاجات بتجنن. لا لا اللي هو ازاي يا جماعه، يعني الجمهور هتتقبل منه اي كلام. الجمهور بس عايز يشوفك بتكسب، وعايز يشوف محمد صلاح مموت نفسه بالزبط. ومحمد صلاح بيجيب جوان زي ما بيجيب ليفربول. وانت لعبت كوره اللي بيهاجمك دلوقتي في نفس المباراه، يعني بيهاجمك في الدقيقه 80 لو جبت جون في الدقيقه 90 انت احسن لاعب في الدنيا، انت احسن لاعب في العالم. انا قريت في نفس المباراه قريت حاجه كده على الفيسبوك، حد بيقول كده مش تقول يا كروش انت بتاع الماتشات الجامده يعني بص ايوه تحول خلاص بقى كروش جامد خلاص فجأة خلاص فلا احنا كمصريين انت بتلعب باسم بلدك. انا بقول لك والله العظيم انا شفت فرحه صلاح في الهدف انا عمري ما شفتها، بقول لك في لما خد كاس اوروبا انت عايز اكتر من كده؟ ف بياخد هداف الدوري الانجليزي فرحته وتعبيراته وعروقه اللي ضربت في وشه دي بعد ما جاب ضربه الجزاء شايل مسؤوليه كبيره، وهو عارف ان هي مسؤوليه كبيره، وهو عارف ان في شعب كبير قوي الكوره بتخليه في اعلى معنوياته يعني في اسعد حالاته، فهو عارف يعني ايه مسؤوليه، وعارف يعني ايه قائد، وعارف يعني ايه الناس بتقول ان محمد صلاح موجود. ومحمد صلاح خلاص محمد صلاح من احسن 3 لعيبه في العالم يعني، فانت معاك اصلا يعني حاجه معاك شخصيه كبيره جدا هو بيترجمها صح حرفيا خارج التقييم يعني. بالظبط مش مقصودش ان احنا ما نقولش راينا في اي لاعب، انت احنا بنقول راينا في كريستيانو رونالدو وميسي، يعني نقول النهارده لاعب كريستيانو وحش او ميسي لاعب وحش، بس اقصد انه اكيد هو لاعب عنده من الاحترافيه اللي تخليه حتى الحد الادنى من مستواه مش هيقل عن 6-7 من 10 بالحد الادنى، يعني هو كده خلاص ده الحد الادنى. احنا 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 كشعب مصري احنا لسه مش مصدقين ان احنا عندنا محمد صلاح اللي هو يعني الناس بتتكلم عليه زي كريستيانو اكتر زي ميسي واكتر. محمد مصدق محمد صلاح مصدق عشان كده محمد صلاح في المكانه دي، عشان كده محمد صلاح لما يتكلم حسن بيقول لك ايه اللعيبه بتحب تسمع محمد صلاح. طبعا واصدق بالظبط يعني اسمع واصدق كمان. تجربه فريده من نوعها، تجربه جديده علينا كمصريين حاجه بصراحه احنا ما كناش نحلم بيها. اللي تالق جدا في مباراه كوت ديفوار وكنت فرحان له جدا ومش عارف هتتفق معايا ولا لا، عمر مرموش المباراه اللي فاتت عمل اداء رائع جدا. وعمر مرموش كلنا بدون استثناء قلنا ما يقعد بعدك ما نشوف حد تاني، لكن الراجل بره صمم عليه تاني، صمم عليه في مباراه كوت ديفوار وكان من افضل اللعيبه اللي في الشوط الاول او حتى في الشوط الثاني لحد ما خرج. عمر مرموش بيفكرني بجده بجده لما طلع في بطوله افريقيا 2010 وبقى جد هداف البطوله بالظبط. عمر مرموش نفس الكاركتر كده بتاع جده، بس عمر لعيب هو اللعيب الوحيد في منتخب مصر اللي بيمسك كوره وبيعمل دربلينج بالكوره وعنده مبتكر برافو عليك، وعنده جرأه ان هو يشوط على الجول، وحط كوره كانت تبقى جون رائع صح. في الماتش اللي فات وبيعمل دبل باس وبياخد اماكن يعني لعيب يفيدك انت كمدرب ويفيدك انت كمشاهد، انت بتشوف المتعه في رجل عمر مرموش دي صح. دي حقيقه صح. فانا كمان استغربت من تغييرته
استغربت. لكن هو طبعا هو عنده محلل اداء بره ممكن يقول له معدلاته البدنيه وقعت، لكن انا استغربت لانه كان احسن لعيب في الفرقه.